صحيح. على أي حال عربيا الفتح كان قد حضر اليوم مبهرا كما هو محليا في دوري زين. فريق الفتح الذي يبدو أنه يسجل حضورا مختلفا اليوم كان قد وجد مؤازرة جماهيرية كبيرة، أضاع العديد من الفرص التي أهدرت من مهاجميه، لكنه في النهاية جاء بفرحة كبيرة بهدف دون مقابل أمام الجهراء الكويتي لينتقل للدور الثاني. نتابع. إلتون جوزي ياخذ كرة يلعبها عالية بعيدة، حصلها حمدان، حصلها حمدان، هياها حمدان، هياها جول، يا يا على اللقطة الماضية، تمسك مررها، سدد سدد يا حسين، ترك حسين لأن عرف حظه مو زين، محاولة صوب صوب يا حسين، صوب يا حسين، صوب يا حسين، الله لا تطلعون يا عيال الحسا، لا تطلعون إلا أنتم راضين، جول نموذجي، جول حساوي 100%، جول فتحاوي 100%، الله الله يا مدرسة الفتح، حرام حرام يطلع هذا الجمهور زحلان، حرام يطلع هذا الجمهور من المبرز للهفوف، من القارة للطرف، من المركز للبطالية. ألف ألف مبروك لفريق الفتح هذا الفوز، هذا الانتصار، هذا الحضور المميز في الإحساء اليوم، نأمل له كل التوفيق في الدور الثاني. سنتحدث عن هذا، لكن أولا ردة الفعل كيف جاءت من لاعبي الفتح؟ بداية نبارك لنادي الفتح وتأهل للدور القادم، وأتمنى إن شاء الله أن يواصلون تألقهم. بالنسبة للهجوم، احنا المشكلة ان عندنا البرازيليين ما كانوا بيلعبون، اليوم قررنا الصبح انهم يلعبون لان كانوا مصابين، فاليوم قررنا نلعب. يعني فينيسيو يمكن اسبوع كامل ما تمرن، اليوم نزلناه عشان يلعب، نحاول نعوض. حاولنا نجاري الفتح صراحة، الفتح فريق قوي متصدر الدوري السعودي، يملك مهاجمين قوي، عنده حس تهديفي كبير من خلال لعبه في الدوري زين ولا لا، لعبنا حاولنا قاتلنا، صحيح انه ما وصلنا الجول كثير، لكن في المباريات هذه اللي يستغل الفرص البسيطه هو الممكن يوصل. حاب ابارك صراحه للاعبين النادي والجهاز الفني والاداري والجمهور صراحه اللي اليوم ازرنا بكثافه، يعني ان شاء الله دوم ان شاء الله نفرحهم اذا كانوا يحضرون كذا. وعن المباراه يعني ان مباراه ذهب غير عن اياب صراحه، وفريق الجهره جاء متحمس على لا ولا عليه، لازم انه يفوز، وانا كنا متحفظين اكثر مع أنه ضيعنا لنا فرص أكثر، بس الحمد لله في الأخير قدرنا نفوز على نجيب النتيجة في آخر الوقت. والله الحمد لله رب العالمين، هذا خير من رب العالمين، توفيق من رب العالمين، عيني نصيب أنزل أفرح معهم. تعرف نظام البطولة هاي لازم بس 3 محترفين، فأي واحد يلعب فينا خير وبركة، لكن مكتوب لي أني أنزل أفرح معهم بالجول. الحمد لله رب العالمين، ما روحنا هذا الجمهور الكبير العريض اللي بصراحة بنقدم له كل شكر وتحية. حقيقة احنا المباراة هذه يعني شفنا المسؤولية الكبيرة جدا، وكنا متوقعين يعني الحضور الكثيف، لكن لما اكتمل الملعب يعني بالحضور بأمانة صارت القضية قضية انه يجب انه يفرح الجمهور قبل اي شيء صراحة. فاللاعبين يمكن شفنا يمكن كان في استعجال شوية في محاولة لحسم النتيجة وامتاع الجمهور، لعبوا مباراة جدا حلوة، ولكن ضياع الفرص حقيقة كاد يدخلنا في مرحلة يعني خيبة امل، لكن الحمد لله لحقناها وفزنا وأبتعنا هذا الجمهور، ونقول له ألف مبروك وشكرا جزيلا لكم. والله طبعا رسالتنا نقول أولا الأرض هذه كنز، شوفوا الجمهور، هذا الجمهور تواق حقيقة أن يتابع فريقه ويحب فريقه، أول ما شاف الفريق ينافس ويمتع حضر بكثافة، وأنا أقول لكم المنطقة هذه تحتاج من يلتفت عليها من ناحية الرعاة ومن ناحية الاستثمار الرياضي، وإن شاء الله أن اليوم هذه اللوحة الرائعة تكون أكبر حافز للرعاة أنهم يعودون النظر في قضية رعاية نادي الفتح. ألف
ألف ألف مبروك لفريق الفتح هذا الانتصار، نأمل له كل التوفيق، مؤكد أنه سيذهب للدوري الثاني. هناك أيضا النصر، نتمنى له كل التوفيق. طبعا الأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة القدم في هذا الإطار فقط دعت الممثلين ومندوبي الاتحادات والأندية المتاهلة للدور الثاني في كأس الاتحاد العربي لكرة القدم للاجتماع الذي سيعقد بالعاصمة الأردنية عمان اعتبارا من يوم الجمعة، وقرعة الدور الثاني والتي ستكون للمرحلة المقبلة في هذه المسابقة. الفتح ينجح محليا، ينجح عربيا، يقدم عمل رائع نموذجي، كيف تنظر له وهو فريق لا يملك كثير من الإمكانات؟ أولا مبروك للفتح، استحق هذا المستوى وهذا التقدير وهذا الإطراء اللي ناله من جميع النقاد الرياضيين حقيقة. لكن اسمح لي أبو خالد أن أعرج قليلا عن الفتح في المرحلة القادمة. يعني احنا لاحظنا مثل هذا الفريق اللي يقدم مستويات متميزة، ولا نتمنى خفوت نجمه في السنوات القادمة. هذا تشاؤم يا محمد. أرجو أن يعتبره الفتح من محبة ومحبي هذا الفريق، لأن هذا الفريق صراحة له التقدير والاعتزاز. أكيد. لماذا أنت تتوقع هذا؟ لكن إذا سمحت لي، أنا أعرف أن بعض الفرق عانت الأمرين ووصل حالها الآن إلى مستويات متدنية. لعلك تذكر أبو خالد ويذكر المشاهدين الكرام النجمة والطائي والحزم والنهضة والرياض، كانت فرق جيدة قدمت مستويات وصلت إلى حتى البطولات. هذا الفريق لا نود حقيقة أن يصل إلى تلك المواصيل التي وصلتها تلك الفرق. لا نريد كما قال الشاعر كان صرحا من خيال فهوى. هذا الفريق الآن يفترض أن يخطط لرؤية استراتيجية مستقبلية، بمعنى الآن رباع الأجنبي واللاعبين الآن هم يقدمون أفضل مستوياتهم. صحيح. خلال السنتين الماضية والسنوات الثلاث القادمة واستقرار المدرب أو نعم الفني. لكن بعد عامين ثلاثة السؤال يطرح نفسه، ماذا أو ما الإدارة الفتحاوية كيف تخطط لمستقبل هذا الفريق؟ نعم. حتى لا يتقهقر ويتراجع إلى الوراء كما تراجعت فرق امتدحناها وأطرينا فيها في الملعب، والآن هي في مراتب للأسف متأخرة. طيب خالد قاضي، بأقل الإمكانات الفتح يتصدر في دوري زين ثم أيضا يتأهل للدور الثاني عربيا، يبدو أن فريق فعلا متكامل على الرغم من كل شيء. خلاص أبو خالد، الفتح أخذ الثقة بشكل كامل. أنا بس خليني أبدأ من حيث الحضور الجماهيري. نعم. الحضور الجماهيري اليوم ما حضر من فراغ، وحتى لو ما كان كل اللي حضروا ما بضرورة من كل مشجع الفتح، أعتقد حضر الاتفاق اليوم والنهضاوي والنصراوي والهلالي والأهلاوي والاتحادي كلهم حضروا يبغوا يستمتعوا. شفنا الفريق الفتح اليوم حتى وإن كان التعادل كان يكفي للتأهل للمرحلة الثانية، لكن الحضور الجماهيري ضغط على الفريق وشفنا فرص، حتى الحكم البحريني الله يسامحه في ضربة جزاء واضحة جدا كانت لصالح ربيع السفياني ما حسبها ما أدري ليش، لكن شفنا الضغط حتى في الدقائق الأخيرة الفتح نجح أنه يكسب المباراة، وهذا تأكيد جديد على أنه الفتح فريق قادم. ولكن أتمنى وأرجو أنه الفتح كلاعبين وكإدارة وكمدرب أنهم لا يستمعوا إلى الكثير من الإطراء والمديح، عليهم أن يتعاملوا مع أرض الواقع. الفتح أيضا في المرحلة المقبلة سواء في الدوري أو المسابقات المحلية أو العربية عليه أن يجد عدد من البدلاء. نعم. بحجم اللاعبين اللي بيلعبوا في الملعب. لا شك اللاعبين الأجانب إن كان توريس ولا ألتون ولا أبو هشهش، يعني صراحة رباعي جدا أجنبي مؤثر ولا يقلل من اليوم الشارع الرياضي صار يعرفوا الحمدان وصار يعرفوا العويشر وصار يعرفوا ربيع السفياني. نعم. صارت أسماء يعني في الشارع الرياضي لا تقل عن محمد نور وعن تيسير الجاسم وعن طيب. وعن عبد العزيز الدوسري والشلهوب، أسماء كبيرة. فبالتالي الفتح فرض نفسه وأصبح كل جماهير بكافة ميولها. أتمنى للفتح أنه أرجع وأكرر أنه لا يلتفت إلى ترى أحيانا المديح الزايد وأخاف أنه يصيب اللاعبين بالغرور، ولكن ما نبغى ننحرم من الفتح وأتمنى أن الفتح يواصل بإذن الله، لأن الفتح أصبح ورقة مهمة في الدوري السعودي. نعم.